أهلا بكم من جديد. أصدر الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أوامره بإقلاع طائرتي نقل عسكريتين من طراز سي 130 إلى العاصمة التونسية، وعلى متنها كميات من الأغطية والمواد الغذائية ومهمات التدفئة للمعاونة في تقديم الإغاثة الإنسانية للأشقاء التونسيين المتضررين من الظروف المناخية الصعبة التي تعرضت لها مناطق مختلفة هناك. وتأتي تلك المساعدات تأكيدا لعمق الروابط التاريخية والعلاقات الراسخة التي تجمع الشعبين الشقيقين. تعقد اللجنة العليا للانتخابات يوم الخميس المقبل مؤتمرا صحفيا بشأن الدعوة للانتخابات البرلمانية. من جانبه أكد رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب أن الحكومة انتهت من الأعمال المكلفة بها سواء بإصدار قانون الانتخابات أو بتجهيز الخدمات اللوجستية. وأضاف محلب خلال اجتماع الحكومة أن الموازنة تتضمن ما يحتاجه إجراء العملية الانتخابية، وأنها تنتظر تحديد المواعيد من اللجنة العليا للانتخابات. في غضون ذلك أبدى عدد من الأحزاب السياسية تحفظهم على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، إلا أنهم أعلنوا عن خوضهم للانتخابات البرلمانية. جاء ذلك خلال ندوة لمناقشة قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بالمركز المصري للدراسات السياسية العامة، إذ استعرض موقف الأحزاب السياسية المشاركة في العملية الانتخابية من القانون الجديد. النهارده حطينا ايدينا على بعض الازمات اللي احنا ممكن نواجهها خلال الفتره اللي جايه من خلال وجهه نظري ووجهه نظر الزملاء في الاحزاب الثانيه، من مساله صعوبه تقسيم جمهوريه مصر العربيه لاربع قطاعات، لمساله طغيان فكره المال السياسي في المرحله الجايه، من مساله ان في ناس افسدوا وسرقوا وتم اثبات دوت ولكن تم تصالحه مع القضاء او تصالحه من خلال آلية بيوفرها القضاء او تقادمت المسائل اللي هم سرقوه، يعني الجرائم اللي ارتكبوها، فقدروا ياخدوا احكام نهائيه بالبراءه، ودوت هيخليهم نلاقيه قدامنا ناس بيشاركوا في الانتخابات البرلمانيه القادمه وهم بالفعل عندهم السيئات ديت. أكد الدكتور علي عبد الرحمن محافظ الجيزة أنه سيتم رفع كفاءة شارع العلمين وتوسعته لاستيعاب كثافة المرور أثناء إغلاق الجزء المستهدف من شارع السودان لتنفيذ خط المترو الجديد. وأكد المحافظ خلال اجتماعه بممثلي الجهات المعنية بخط المترو الجديد أنه لن يتم إغلاق أي شارع بالكامل، وإنما بشكل جزئي مع استخدام شوارع ومحاور مرورية بديلة أثناء التنفيذ. الشركة التي أسندت إليها الأعمال شركة المقاولات المصرية، شركة مختار إبراهيم، وهذه الشركة هي شركة ثانية حيث أسندت أعمال أيضا لتحويل المرافق لشركة وطنية تجاوزت فيها نسبة التنفيذ 80%. وكان ما قلت في البداية احنا عندنا أعمال تمت بالفعل وأعمال مستقبلية. كرم اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط قيادات الدعوة وبعض الأئمة المتميزين بمديرية أوقاف أسيوط لجهودهم في نشر الفكر الوسطي وسماحة الإسلام ومحاربة التشدد. جاء ذلك خلال احتفال المحافظة بذكرى المولد النبوي الشريف بمسجد ناصر بحضور القيادات التنفيذية والشعبية والدينية بالمحافظة. التقى محافظ أسوان اللواء مصطفى يسري وفدا من شباب مركز نصر النوبة، حيث استمع لمطالبهم بحضور عدد من المسؤولين التنفيذيين. وخلال اللقاء طلب المحافظ الشباب بضرورة تغيير ثقافة الاتجاه نحو العمل الحكومي والمكتبي والانطلاق في مجالات العمل الحر، مشيرا في ذلك الصدد إلى تخصيص رئاسة الجمهورية 11 مليار جنيه كمرحلة أولى لتوفير قروض ميسرة للشباب على مستوى الجمهورية من أجل إقامة مشروعات صغيرة بهدف مواجهة مشكلة البطالة.
عادت المياه مرة أخرى لأكثر من 10,000 وحدة سكنية بمنطقة الصداقة الجديدة بمدينة أسوان، وذلك بعد انقطاعها منذ السبت الماضي. من جانبه تواجد محافظ أسوان بمحطة مياه الشرب بالمنطقة وطالب المسؤولين بالمحطة بإعداد مذكرة توضح سبب انقطاع المياه طوال تلك الفترة، مشددا على أنه سيحاسب أي مسؤول يقصر أو يتخاذل في أداء عمله. وفي الغربية تشهد عدة مناطق بمدينة طنطا انقطاعا لمياه الشرب منذ ما يزيد على 5 أيام لساعات طويلة، خاصة في الأدوار العليا، وقد أعرب العديد من المواطنين عن استيائهم من ذلك، خصوصا أن الانقطاع لم يتم من دون إبلاغهم عبر وسائل الإعلام أو ميكروفونات المساجد. كاميرا النهار اليوم حاولت رصد تلك المشكلة. المشكله في الميه ان انا دلوقتي انا راجل لمؤاخذه فاتح سما، الراجل بدفع ضرائب للدوله، الميه قطع كده واقفه حال، يعني السرسوب دول ما بيعملش حاجه، انا مالي ميه هنا من محطه الميه عشان خاطر اعرف اشتغل ماشي، والسمك معلش لو ما كانتش الميه نازله من الحنفيه مش هنعرف ننضفه زي الناس. بلغنا طبعا الارضي 125 كم مره بقى مشغول، وبلغنا المحافظه برضه، وبنملى بقى السراكن زي ما انت شايف حضرتك كده يعني بطريقه يعني وحشه. المشكله ان المايه كلها نازله سفره ونازله فيها رمل ماشي، ما فيش ميه بقى لها اسبوع ولا 10 ايام اهيت، والمواعين مرميه واحنا ولا عارفين ناكل ولا نشرب ولا نشطف ولا نخش حمام ولا اي حاجه خالص. وفي شأن المصريين المختطفين في ليبيا، كلف الرئيس السيسي بإنشاء خلية أزمة بوزارة الخارجية تضم ممثلين عن جميع الوزارات والأجهزة الأمنية بمتابعة الاتصالات الجارية مع الأطراف الليبية المعنية، وتهدف خلية الأزمة إلى إطلاق سراح المختطفين وتأمين أرواحهم، وهذه الخلية في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الأزمة لحظة بلحظة. دعا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى ثورة عشائرية لمواجهة تنظيم داعش، وأكد العبادي خلال استقباله محافظ الأنبار كبرى المحافظات العراقية والتي يسيطر عليها التنظيم المتشدد، أكد الحاجة إلى ثورة عشائرية للتخلص من هذا العدو الغريب عن جسد المجتمع العراقي. ونفذ التنظيم خلال الأشهر الماضية عمليات قتل جماعي بحق العشائر التي تقف في وجهه، لا سيما عشيرة البونمر في الأنبار. وفي السعودية قال اللواء منصور التركي المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية إن الأمن قتل الأفراد الأربعة الذين تسللوا إلى حدود المملكة مع العراق. وأضاف المتحدث السعودي أن الجهات الأمنية ستكشف عن هويات القتلى الأربعة بعد الانتهاء من نتائج الفحوص. جاء ذلك عقب مقتل 3 من رجال الأمن التابعين لحرس الحدود في مركز سويف التابع لجريدة عرعر في منطقة الحدود الشمالية فجر أمس. أخبارنا الاقتصادية موعدها الآن. أنهت مؤشرات البورصة تعاملاتها اليوم على تراجع جماعي وسط عمليات بيع من قبل المستثمرين العرب، في حين مالت تعاملات المصريين والأجانب نحو الشراء، وخسر رأس المال السوقي أكثر من 9 مليارات جنيه، وتراجع مؤشرها الرئيس بنسبة 2.3%، وذلك على خلفية التراجع الكبير في أسعار البترول الذي وصل 53 دولار للبرميل، وهو ما أدى لتراجع أغلب البورصات العالمية والعربية. أكد وزير المالية هاني دميان أن تحسن معدلات ونسب النمو الاقتصادي في مصر هو ما دفع مؤسسة فيتش إلى رفع درجة الجدارة الائتمانية الاقتصادية لمصر إلى درجة بي. وأضاف دميان أن المؤسسة أرجعت قرارها إلى إحراز مصر تقدما واضحا على الصعيدين السياسي والاقتصادي، من بينها قيام الحكومة باتخاذ عدد من الإجراءات الهيكلية المهمة. كما أشار إلى أن نجاح الحكومة في سداد مستحقات لشركات البترول الأجنبية العاملة في مصر كان أحد العوامل التي عززت تصنيف مصر الائتمانية.
قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إن إجمالي الاستثمارات التي سيتم ضخها من خلال الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال زيارة الرئيس السيسي الأخيرة للصين يصل إلى 35 مليار دولار. وأضاف شاكر أن هذه الاستثمارات ستوجه لتوليد نحو 23,120 ميجا وات من الفحم، بالإضافة إلى 2,250 ميجا وات قدرات مركبة تقليدية، ومشروعات لإنتاج الطاقة المتجددة سيتم الاتفاق على قدراتها. رياضيا، تظاهر صباح اليوم نحو 30 من أعضاء ألتراس أهلاوي وأهالي شهداء مذبحة بورسعيد أمام النادي الأهلي بالجزيرة رافعين لافتات رافضة لإقامة مباراة فريقهم مع النادي المصري البورسعيدي المقررة السبت المقبل. وسط تشديدات أمنية ردد متظاهر الألتراس هتافات رافضة لإقامة المباراة ومعبرين عن غضبهم للعب مع فريق المصري. هذا ومن المنتظر أن تقام مباراة الأهلي والمصري يوم السبت المقبل بالجونة ضمن مباريات الدوري الممتاز لكرة القدم. وقال اللواء محمود علام مدير عام النادي الأهلي إن قرار تأجيل المباراة في يد الدولة بصفة عامة واتحاد الكرة بصفة خاصة. يذكر أن هذه المباراة ستكون الأولى بين الفريقين منذ أحداث استاد بورسعيد في الأول من فبراير عام 2012، والتي راح ضحيتها أكثر من 73 من مشجعي النادي الأهلي خلال لقاء الفريقين.